السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيلا الشكر. إخواني أخواتي، دائما مع الأشغال ونحن نستمر في الأشغال في جالية التمار من مدينة ميدالت من العاصمة التفاح جوهرة الأطلس ضوء الأطر المغرب، جالية التمار من نوع الجولدان والديليسيوز، الجولدان والديليسيوز، ومع الطبيعة أيضا يعشق الطبيعة، يعشق الطبيعة، يعشق التفاح، يا محبين أكل التفاح، يا محبين أكل التفاح، مرحبا بكم في مدينة ميدالت. سوايد بيان فيني شينو أميدالت، ميدالت ماروكان، ميدالت موروكو. غنسمو على الحباب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، وارزقنا من حيث لا نحتسبه، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة. وشكرا جزيلا الشكر. إخواني أخوات متتبعي الأوفياء لهذه القناة الصغيرة المحترمة، أتمنى لكم دائما رزق ما تحتسبون، وذرية صالحة ثم الصحة، الصحة إخواني أخوات، الصحة الصحة الصحة، ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله يا الناس الحبابة. هانتم يا الحباب، هانتم يا الناس الطيبين، تعرفون على التفاح الذي يصلكم الى الاسواق داخل المملكة المغربية وايضا الى خارج المملكة المغربية. أصله هي ميدالت، ميدالت ميدالت ميدالت، ومن لم يعرف ميدالت ومن لم يتعرف على ميدالت، هذه فرصة ثمينة في هذه القناة الصغيرة المحترمة لتعرفون على مدينة ميدالت وأيضا عدة مدن في المملكة المغربية وخارج المملكة المغربية. قناة متنوعة، قناة لكل من هو جديد في الجديد، وقناة استكشاف مناطق الخلابة، المناطق التي تستحق الزيارة. إذن قناتي قناتكم، وبدونكم لا نسوي شيئا، قناتي قناتكم وبدونكم لا نسوي شيئا. إذن شكرا لكم، شكرا للتعليقات، شكرا للكلام الطيب، شكرا على المحبة، شكرا على الصدق والصدقة، شكرا جزيلا الشكر. أورا أورا يا تمادي استمايا أورا وسمادرات شمت فحا أورا 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 تنشرات نشرات وطن زم الترانسبورت نور لشان الطوموبيل، ديماري ديماري ديماري، ما توقفت حتى عندي هنا، تابع القناة وتابع فيديوهات من القناة ستعرف المنطقة أين نتواجد، نتواجد منطقة أيتيزدك، جماعة أيتيزدك، مدينة ميدالت عاصمة التفاح،
جوهرة الأطلس لؤلؤة المغرب. شوف الحباب، شوف الحباب الخيرات، شوف المنظر تاع اللي ما شريت نزه واللي ما كلاش حقه في الجنة. اللي ما كناش نوصلو غنقول لك حقك في الجنة إن شاء الله، ستجد أيضا تفاح أفضل من هذا التفاح في الجنة إن شاء الله. والطبيعة، الطبيعة الإخوان مازال عندنا في المنطقة، تشاهدون إخواني يا أخوات، مازال نحن الحمد لله نتمتع في الطبق، نتمتع في التفاح، ونتمتع في الطبيعة أيضا رغم نهاء شهر سعود، ما زالت الطبيعة في مدينة مدهة تفاح أخوتي. التفاح أخوتي، شتي التفاح اللي كتشوفو هذا هو اللي كيوصل الأسواق المغربية، هذا هو اللي كتلقاوه في الأسواق الصغيرة، ما نسميو حنا بالطيوح، لأن إخواني أخوات التفاح لما تنزل إلى الأرض غير قابلة لاستعمالها في مجمد أي في الفريكو، هذا ما نسميه نحن بأنه هو الديشي، شوفوا هذا هو الديشي يا إخواني يا أخوات، يجمع ثم يأتون أهله تجارة الذين يستغلون هذا الخير في بيع في الأسواق المغربية للضعفاء للمساكين للفقراء بثمن مناسب، يجمعون من عندنا يشترون منها بثمن أيضا مناسب، ثم يصل به إلى الأسواق كما تشاهدون في الكراريس في البائع المتجول، تشاهدون هذا التفاح وهذا ما نسميه بالمغرب بأن الطيوح، وهذا هو إخواني أخوات لما تنزل تفاحة إلى الأرض تكون أصيبت بضربة، أنت ملي كتنزل الأرض كتكون تقاست، لما تنزل إلى الأرض إذن غير صالحة للدخول إلى المجمد أو ما يسمى بالفريغو، فهمت الكلام ده؟ أيوا نتمناو تفهموا كلامنا ونتمناو تعجبكم هذه القناة الصغيرة، ونتمناو لكم تزوروا مدينة ميدالت حتى لو تأكلون التفاح وتأخذون حقكم من المزرعة، تأخذون حقكم ثم أيضا ها اللي عنده الجنين واللي عنده الفلوس ها ضروري أن تشتري خيرات البلاد لكي تقدمها إلى أهلك، لأنك زرت مدينة ميدالت. وإخواني أخوات إن شاء الله على ما سمعنا وعلى ما يروج هناك المعرض الدولي، المعرض الفلاحة للتفاحة ميدالت في شهر 10 إن شاء الله، وإن تحتنا الفرصة سنزور مدينة ميدالت لحضور المعرض الفلاحة، المعرض لتفاحة ميدالت، وسننشر لكم كل من هو الجديد في الجديد. أعتذر على التصوير يا إخواني يا أخوات لأن هناك الشموس، الشموس يا إخواني يا أخوات، الصورة لم تتضح كثيرا. شموس الصورة لا تتضح كثيرا حتى تشاهدنا في الربيع. إزاي يا ترى يا ودان ترى يا يفكرني إيش ما يفكرني يا ترى يا ودان ترى إزاي يا ترى يا ودان ترى إزاي
شوف اخوتي انتم، شوف شوف شوفوا الارض، شوفوا الارض مملوءه بالتفاح. ها شفتي؟ ميدالت موروكو، ميدالت ماروكان، سي لا كابيتال دو لا بوم، ميدالت الحبيبة، ميدالت الغالية. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. هيا شتيها في الرام. هيا
فيدالت ماروكو، فيدالت ماروكات لا كابيتال دو لابوم، فيدالت الغالية عاصمة التفاح، جوهرة الأطلس، لؤلؤة المغرب. ها هي غير حدانا، ها هي واخدة راحتها، واخدة راحتها، وحنا غاديين معكم في هاد الجولة تالي ما شريت نزه، تشاهدنا التفاح الذي يصلكم من المملكة وخارج المملكة، أصله ميدالت يا الأحباب يا الناس الطيبة. شوف هاد الخيرات، شوف الكثير والكثير فقط يشاهد هذا التفاح، ولكن لا يشاهده في الأسواق، لأن إخواني أخوات في البريمير كاريتي، البريمير كاريتي إخواني أخوات تذهب إلى سوبر مارشيات، وتذهب إلى المناطق في المملكة المغربية، مناطق يعني ما تعرفوا، ماشي كل اي واحد سيأكل هذا التفاح، لان هذا التفاح يا اخواني اخواته ربما لا تشاهدونه في الاسواق الصغيرة، الاسواق الاسبوعية، ربما تشاهدونه في السوبر مارشي، وتشاهدونه في المدن الكبيرة، في المدن مشاهدون ايضا في خارج المملكه، في لا بريمير كاتيجوري، لا بريمير كاليتي، لا بريمير الى بريمير ما كتمشيش، تذهب الى اهلها، الى اصحاب